فوجئت الجماهير المغربية الراغبة في حضور نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر بأن الموقع المكلف ببيع تذاكر المباريات والتي تسير شركة تعاقد معها الاتحاد المصري لكرة القدم يضع خانة خاصة بالبوليزاريو تحمل رايتهم ومكتوب عليها الصحراء الغربية. وعبرت الجماهير المغربية عن سخطها من تصرف الشركة المالكة للموقع ومحاولة استفزازها للمغاربة، خاصة أنه لم يسبق للاتحاد الإفريقي أو أي اتحاد أن خصص حيزا للبوليزاريو في أي تظاهرة رياضية من أجل اقتناء التذاكر لعدم اعترافهم بهذه الفئة. وطلبت الجماهير المغربية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لوقف هذا التصرف الاستفزازي من قبل الشركة، مهددين بمقاطعة الموقع في حال أصر على موقفه ورفض الاعتراف بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من المغرب. وفي السياق ذاته قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الموقع الإلكتروني التذكرتي المكلف ببيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا 2019 المقرر تنظيمها بمصر. واحتجت الجامعة على تخصيص الموقع لحيز خاص بجبهة البوليساريو من أجل شراء تذاكر مباريات الكانو ونعت الصحراء المغربية بالصحراء الغربية. واتصل مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمسؤولي الاتحاد المصري الذين أخلوا ذمتهم من الموضوع، وأكدوا أن الموقع تملكه شركة وقعت عقد من أجل التكلف ببيع تذاكر الكان، الأمر الذي دفع بمسؤولي المغرب إلى تقديم احتجاج رسمي للكاف، علما أن فوز القجع هو النائب الأول لأحمد أحمد رئيس الكاف. كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهد مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها وفق صحيفة الشرق الأوسط بأن هذه القمة في حال عقدها ستضم عددا من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية. ويأتي الاجتماع بعد التطورات الأخيرة في الخليج العربي وبوادر الحرب التي ظهرت بعد التهديدات الأمريكية لإيران ووصول حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تبعتها 4 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H إلى قاعدة العديدة الجوية في قطر، فيما وصلت مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى قناة السويس في طريقها للمنطقة بعد ورود مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني. وتضاربت ردود الأفعال مؤخرا بين من يعتبر نشوب الحرب مسألة وقت وبين من يرى أن أمريكا وإيران يمكن أن تجلسا قريبا إلى طاولة المفاوضات. نجحت الشركة المغربية العاملة بقطاع صناعة السيارات في أقل من 5 سنوات في مضاعفة الحجم الإجمالي لصادراتها بنسبة 110%. وانتقلت قيمة صادرات القطاع وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في سنة 2018، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 33 مليار درهم في ظرف 5 سنوات. وتهيمن مجموعة رونو عبر منصتيها في الدار البيضاء وطنجة المتوسطة إلى جانب المجموعات العاملة في تصنيع أجزاء السيارات على معظم هذه الصادرات التي تتوجه أساسا نحو أسواق أوروبا والشرق الأوسط إلى جانب أمريكا الجنوبية.
وكان المسؤولون بمجموعة رونو قد أكدوا في وقت سابق أن السيارات المصنعة بالمغرب من طرف مجموعة رونو تم تصديرها نحو 73 بلدا من أوروبا وآسيا وأمريكا إلى جانب إفريقيا، وشملت دولا كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية إلى جانب إيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا ودول غرب إفريقيا ودول أخرى. ونجح المغرب في تعزيز مكانته في سوق السيارات بأوروبا بعد نجاحه في تصدير ما يزيد عن 283,600 سيارة خلال السنة الماضية. وبلغت قيمة صادرات السيارات المصنعة في المنصتين الصناعيتين التابعتين لمجموعة رونو بالمغرب نحو مصر ما يقارب 375 مليون درهم سنة 2017، لترتفع إلى 408 ملايين درهم خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام الماضي. ولا يخفي مسؤولو رونو المغرب ارتياحهم للزيادة المتواصلة في حجم السيارات المصنعة في الوحدتين التابعتين للمجموعة بالدار البيضاء وطنجة المتوسط في السنة المنصرمة، والتي تجاوزت نسبة 18% مقارنة بالمستوى الذي سجلته نهاية سنة 2017. وساهم هذا الارتفاع بشكل كبير في تزويد أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا بأزيد من 390,000 سيارة تم تصنيعها بالمغرب. نجحت إيرلندا في إزاحة فرنسا عن رأس قائمة الدول التي تأتي منها أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب حسب أرقام مؤقتة صادرة عن مكتب الصرف. وتفيد هذه المعطيات بأن مجموعة استثمارات إيرلندا المباشرة بالمغرب بلغ سنة 2018 ما يناهز 9.68 مليار درهم مقابل 3.46 مليار درهم سنة 2017 و 98 مليون درهم سنة 2016. ويلاحظ أن استثمارات إيرلندا سارت بوتيرة سريعة خلال الثلاث سنوات، وهو ما يؤشر على اهتمام كبير من طرف هذه الجمهورية بالمغرب، وما يبرر أيضا سعيها إلى فتح السفارة لها في الرباط العام المقبل. وبعدما كانت المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت فرنسا في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.77 مليار درهم خلال السنة الماضية مقابل 5.48 مليار درهم سنة 2017. وجاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة باستثمارات مباشرة تبلغ 3.18 مليار درهم مقابل 112 مليون درهم سنة 2017. ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات ناهز 2.79 مليار درهم مقابل 2.75 مليار درهم سنة 2017. وفي المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحجم استثمار يبلغ 2.19 مليار درهم، ثم إسبانيا ب 1.98 مليار درهم، ثم اليابان ب 1.58 مليار درهم متبوعة بلوكسمبورغ ب 1.52 مليار درهم. واحتلت إيطاليا العظمى المرتبة التاسعة في ترتيب الاستثمارات المباشرة ب 1.42 مليار درهم، تالتها قطر في المرتبة العاشرة ب 1.22 مليار درهم، ومالطا في المرتبة الحادية عشر ب 668 مليون درهم. واستأثر قطاع المال والتأمين بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستقطاب 9.66 مليار درهم، تلاه قطاع العقار ب 5.35 مليار درهم، ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 4.88 مليار درهم. وفي المجموع بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المغرب خلال السنة الماضية ما مجموعه 34 مليار درهم مقابل 26 مليار درهم سنة 2017 و21 مليار درهم سنة 2016.